كيفاش تكتسوا ونتعلموا الاجراءات الاحترازيه الوقائيه اللي كتاكد عليها السلطات كل لحظه وكل حين. والحمد لله البلد ديالنا كتعطينا الاخبار كل لحظه وكل دقيقه. الله يجازيكم بالخير من الوباء اللي في كل حيطه وكل حضر. الله يخليكم اخي مواطن اختي مواطنه. الله يجازيكم بالخير. منين نخرجوا نديروا التبضع ديالنا منين نديروا نشريوا وناخذوا المتاجر ديالنا نخليوا المسافات ضروريه بجد. الله يجازيكم بالخير في البرلمان وفي الحكومه وفي القطاعات الوزاريه المعنيه وزاره الداخليه والسلطه المحليه هنايا. لا هذا ناخذ الصفوف ديالنا الله يجزيكم بخير ونخرجوا في الوقت اللي مسموح به. الله يخليكم تنكدوا مره اخرى لانه التجول والجولان والمساريه والخروج من 6 لفوق. كنشكركم على التعاون ديالكم جميع. يكفي واحد من الاسره ياخذ ورقه من الوثيقه اللي كتخول ليه يخرج باش يقضي الاغراض، وهذه الوثيقه هذه اللي كتوقع فيها السلطه رجل السلطه المحليه اللي بالتعاون ديالنا وديالكم جميعا ان شاء الله نقضيو على هذا الوباء هذا ونحميو بلادنا ونحميو انفسنا ونحميو وليداتنا وامهاتنا. غادي نحمي نفوسنا ووليداتنا ودمنا وجديدنا وبلادنا العزيزة من انتقال هاد الجيش وتكتب وبالتضامن والتحية المعروفة علينا حنا المغاربة. غادي نشعلوا في هاد الامتحان الصعيب خوتي خواتاتي المغاربة باش نحبسوا الانتشار خاصنا ما نخرجوش من الدار. باش نحبسوا الانتشار خاصنا ما نخرجوش من الدار. باش نحبسوا الانتشار خاصنا ما نخرجوش من الدار.